السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم يا معلمين جهاز من أقوى الأجهزة اللي عملتها شاومي واللي أصدرتها شاومي كمان في النسخ العالمية. وقبل هيك أنا جبت لكم جهاز من أجهزة شاومي أيضا القويات، مثلا هذا الجهاز اللي أمامكم، هذا جهاز شاومي 14T. هذا الظهر صحيح عجبني كتير، الظهر أنا لحتى الآن معجب ومغرم بهذا الظهر. ظهره جلد، هذا مش له زجاج بيلمع ولا ببصم حاجة، لوز صح، ممكن يتوسخ ممكن ينمسح، هذا أحسن شيء. تمام، هذا الـ 14T عملنا عنه أنبوكسنج وشفنا. اليوم جبنا أخوه، أو نقدر نقول عنه أبوه لأنه أكبر منه، معالجه أكبر ومواصفاته أكتر، 14T برو. الـ 14T برو هذا نزل في نفس اللحظة، هم الاثنين نزلوا أعلنوا عنهم شاومي كنسخة عالمية. هذه النسخ التي دائما بتنزل في العالم برا الصين، في الصين ما بينزل التي، رقم التي هذا حاطينه للنسخة العالمية. هنيجي نعمل أنبوكسنج يا غاليين، يلا ندفع مصاري كتير وبروح آخر الدنيا عشان أجيب كل أجهزة، وأنت بتتفرج على الرايك وبتحطش لايك. طب حط لايك، أقول لك إذا ما حطتش لايك بدي أدفعك مصاري، مين أحسن تدفع مصاري ولا تحط لايك؟ اكتب لي في التعليقات. نبدأ بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي نعمل زي هيك، نقول له تعال يا ابن الناس افتح النايلون. هذا بحب اللحظات هذه كتير كتير، هذه بعشقها اللحظات هذه. جبت النسخة هذه 512x12. أول حاجة بحطون هنا، طبعا في ملاحظة هنا، ملاحظين الكرتون كبير يعني جواها راس الشحن. احنا علقنا على الموضوع هذا لشاومي وقلنا له دير بالكم ما تغلطوش غلطة الناس التانية تروح تقلدوهم، خلي الامور ماشي حطوا لنا كل امورك تمام. ممكن يكون في دول تانية ما بعرف نزل فيها، لكن احنا نزل عندنا وزبط الوضع. وهي عندنا الدبوس، عندنا هنا كتيبات، وايضا الكتيبات هذه فيش حد بيقراها. وهنا عندنا شاومي سيليكون، حلو تمام. الجهاز على ناحيه، شاحن 120 واط 100%، تايب سي تايب اي، هذول احنا عارفين شايفين هاي الشحن. اهم شيء، اهم شيء انا عندي دايا باشا، دايا باشا اهم شيء، 120 واط يعني فخم فخم فخم، يعني شاومي الصحيح بتعزنا لانهم قالوا بدهم مش حطوا، لا الحمد لله شكلهم غيروا وبدلوا، سمعوا الكلام وغيروا وبدلوا حطوا لنا الشاحن. طلع يا معلمين ايش كاتبين؟ كاتبين انا في يعني اللزقه هذه حاطين، بقول لك انه العدسه هذه من لايكا وبالتعاون مع لايكا ومستشعر الصور 900، وعندك تجربه رائده في الاي اي، وميديا تيك دايمنسيتي 9300 بلس المعالج، وشاشه عرض من الجيل الثاني بتردد 144 هرتز، وشحن فائق السرعه 120 واط، وشحن لاسلكي بقوه 50 واط. يعني يا الشحن اللاسلكي الصحيح، تسلم شاومي، لايك لشاومي. وبقول لك انا طبعا حط اللزقه الصح عشان البصمه لانها في الشاشه تشتغل معك 100%، حط اللزقه والسكرينه معتمده من شاومي او تكون يعني اصلي، ما تكونش من اي الكلام تسترخص وتحط حاجه رخيصه. اول حاجه هي شكل الجهاز بالحمايه، البيت الحمايه، هذا هو الشكل. هاي ال 14 تي برو وهي ال 14 تي، شايفين الاثنين؟ هاي الاثنين شايفين؟ في بعض الشغلات الخفيفة جدا، لاحظوا طلعش هنا، طلع كيف البروز اللي هنا والبروز اللي هنا، البروز اللي هنا يختلف عن البروز اللي هنا. لازم نعمل الجهازين زي هيك، طلعوا البروز اللي في ال 14 تي برو اكتر من اللي بدونه برو. شايفين كيف لما تيجي تفتح الجهاز بدك جهاز جديد فبتعرف على الجهاز مباشره، لو بدك تنقل كل اللي هنا هنا مباشره تعمل اعداد زي هيك، مواصله الاعداد على جهازك الجديد والاعداد باستخدام الجهاز هذا، الجهاز ايش اللي هو الجديد وهذا مثلا القديم. تيجي على الماسح، ايش بقول لك انا؟ بقول لك اثبات هويتك، حط رقم السر تاع الجهاز اذا عارفه. الحين تصور انه الجهاز الجديد هي شبك واي فاي وشبك كل حاجه وبينقل كل حاجه بدقائق، بخلي لك جهازك القديم يصير في الجهاز الجديد. ملاحظين الاي سم، الجهاز فيه اي سم طبعا على نفس الواي فاي لازم يكونوا، وانهم يكونوا قراب من بعض. فريم الجهاز من الالمنيوم، وظهر الجهاز
زجاج. طبعا الظهر هذا او هذا اللون تيتانيوم جراي ببصم هيو، تمام. يعني هذا لسه افضل منه بالنسبه لعمليه الظهر تبعه عشان جلد. تمام، هان ثلاث كاميرات وهي فلاش، وعندنا هنا في الاسفل بركب له شريحتين وبركب له اي سيم المايك والتايب سي والسماعه، وهنا عندنا فيش اشي في اليسار وفي اليمين في عندنا هنا زر الباور البصمه في الشاشه ورفع وخفض الصوت شايفين، وفوق في الاعلى زي ما انتم شايفين الاي ار والسماعه الثانيه وايش ومايك عازل الضوضاء. شايفين هنا في حاجه جديده اول مره اشوفها الصحيح، من دون ما افتح الجهاز اجى تحديث بدون ما تدخل على الاعدادات، بقول لك هناك تحديث متاح. دائما لما تشتري جهاز جديد ادخل اعمل تحديث، بنصحك تدخل تعمل تحديث. هي في تحديث 1.07 بينزل التحديث، خليه ينزل براحته. طلع معي هان، شايفين الشاشه هذه؟ حجم الشاشه بالنسبه لجسم الجهاز حوالي 93.3، حجم ممتاز. فيش الحفف هذه او الاطار هذا قليل جدا. سمك الجهاز هذا 8.4، وزن الجهاز 209 جرام. الجهاز طبعا بركب له اي سيم، هذا الجهاز اي بي 68 يعني مضاد للماء والغبار، اغمره في الميه يعني لعند 2 متر 30 دقيقة. هذه الشاشة 144 هرتز، يعني لو جينا هنا على الشاشة والسطوع وجينا هنا طبعا تحسين القوام عملها هذه كويسة، تعمل تحسين للألوان وتحسين للبلور وحاجات كتيرة. معدل التحديث هيو تخصيص، في عندك اختيارات 60 وطير على 144، ما فيش عندك 120، لكن عندك الشاشة بتشتغل زي ما هي شايفة قدامها، يعني ذكية الشاشة تقلقش. شاومي بتقول لك انه هذا الزجاج اللي راكب على الجهاز، هذا الزجاج مقاوم للخدوش والسقوط، يعني مقاوم، لكن ما حكتش ايش هو اسمه بالضبط، لكن شاومي هي مطوره شكلها بنفسها. الجهاز بيجي على اندرويد 14 هذا معروف، بيجي على واجهه الهايبر او اس والتحديث هيو بينزل زي ما انت شايف، وما الميزات الجديده. المهم التحديث خليه ينزل براحته، تحديث كبير دير بالكم 5.8 جيجا، هذا تحديث يعني تحديث رئيسي اللي جاي له. وهي الاندرويد 14، المواصفات والمعلومات التفصيليه 12 جيجا على 512، وبتقدر تضيف المعالج 9300 دايمنسيتي، معالج فلاكشيب، والاصدار والطراز زي ما انت شايف. في عندنا في الجهاز ثلاث كاميرات، الكاميرا الرئيسيه والاساسيه الواسعه هي كاميرا 50 ميجا بكسل، هذه الكاميرا بنسميها واسعه، وفي عندنا كاميرا ثانيه تيليفوتو هذه ايضا 50 ميجا بكسل. تكبير البصري بيصل ل 2.6، والكاميرا الثانيه الواسعه للغايه 12 ميجا بكسل. ثلاث كاميرات بينحسدوا هذول الثلاث كاميرات، وهذا الجهاز بيصور 8 كي، والكاميرا السيلفي 32 ميجا بكسل واسعه ايضا بيصور سيلفي 4K، يعني عندك 8 كي للخلفيه و 4K للاماميه. هذول الكاميرات كلهم مدعومات من لايكا، طبعا ممكن تختار اسلوب التصوير، عندك منعش وحيوي وعندك طبيعي وحقيقي، انا بحب المنعش والحيوي مثلا، وبسحب زي هيك بيجيك الاعدادات. هاي الفلاش، خلينا نعمل ضوء فلاش هي يشتغل، سكر الفلاش خليه متوقف، نسبة الابعاد، وعندك هنا المؤقت وانقر عشان تنقر على الشاشة عشان تلتقط وتتبع حركة. في شغلات حلوة كتير كتير ومساعدة تصوير، هذا ممكن تستخدم جهازين في نفس الحال وانت بتصور، والعلامة المائية هتكون فيها لايكا، وهي الصورة يعني عندك تقريبا هنا 5، ولو اجينا هنا على المزيد هتلاقي في عندنا 50 ميجا بكسل وليلي وبانوراما وفيديو مزدوج. في عندي انا هنا شغلة خليها على 50، ال 50 بتقرب هيو ل 2.6، هذه التليفوتو. لما تيجي هنا بتغير هاي لايكا، لايكا حيوي، وهيك لايكا كلاسيك، بتغير يعني من هذا المكان بس نقرة زي هيك، وعندك ال HDR. نيجي على الفيديوهات، الفيديوهات بيقول لك هنا ماستر سينما، توفر النغمات الناعمة والألوان الشبيهة بنمط الأفلام، مزيد من إمكانيات الإبداع في مرحلة ما بعد الإنتاج. تمام، طلع معي هان، في شغلة هنا غير الماستر سينما بدي أقول لكم إياها، حاجة ممتازة، الفيلم. هذا الفيلم بيصور بيركز على الوجه وبيخليه ضبابية حواليك زي المسلسلات والأفلام اللي بتشوفوها، ممتاز هذا. بحطوه في الأجهزة الفلاج شيب مثلا زي هذا الألترا 14 والأجهزة هذه. وضع الفيلم يركز تلقائيا على الموضوع الرئيسي للفيديو، ويقوم بالتبديل السلس بين التركيز وعمق المجال لمنح مقاطع فيديوهاتك تأثير سينمائي رائع. عن جد هو بيعطي تأثير حلو كتير كتير، وجرب هذا الوضع
في خارجك في الهواء الطلق وتكون الدنيا نهار، وتعال لي وخلي في عمق، يعني في وراك خلفية كبيرة. شايفين كيف؟ تقدر طبعا تبدل ممكن نسبة الأبعاد 9 إلى 16 خليها عادية، أو تخليها نظام فيلم 2 إلى 39 إلى 1، أو شاشة عريضة اللي بريحك. عملوا من الجهاز هذا اللون، وفي لون اللي هو تيتان، هذا بسموه تيتان جري، تيتان رمادي، وفي تيتان أزرق، وفي عندك تيتان أسود، 3 ألوان. والجهاز عليه بطارية 5000 ملي أمبير، والشاحن شفتوه قدامكم 120 واط. وأحلى ما في الموضوع 50 واط شحن لاسلكي يا باشا. بالنسبة لسعر هذا الجهاز، أنا الجهاز هذا شريته، عشان أكون عندك علم، شريته ب 32500 جنيه، نسخة ال 512 على 12، نسخة ال 512 على 12 32500. قديش بالدولار؟ أكتب لكم إياها الآن على الشاشة. خلينا نرجع للشاشة الثانية. بالنسبة للشاشة، هذه الشاشة أموليد 68 بليون لون أو مليار لون، 144 هرتز، بتدعم الدولبي فيجن، وبتدعم اتش دي ار 10 بلس. سطوعها العادي 1600، والسطوع العالي فيها لعند 4000 نتس. 6.67 الشاشة، وهذه الشاشة زي ما حكينا بتاخذ قديش حجمها من البودي 93.3، كتفت البكسلات 446 بكسل، وعندك الريزوليوشن 1220x2712 بكسل. هيكون في لقاء تاني بخصوص هذا الجهاز، ونعمل ان شاء الله بعد المقارنات، ممكن نعمل مقارنة بين الاثنين هدول، مقارنة ايش ما بدكم ان شاء الله. نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.